أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري مباشرة من قناة السابعة. أعلن أعضاء لجنة الحوار الوطني رفضهم لاستقالة منسق الهيئة كريم يونس الذي قدم استقالته لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد صبيحة اليوم الخميس لتقديم عرض عام حول الوضع ومستجدات الساحة الوطنية. في موضوع آخر، اهتز صبيحة اليوم سكان بلدية بومهرة أحمد بجلمة على وقع خبر اختناق 5 أشخاص من عائلة واحدة. الحادثة وقعت ليلة أمس جراء تسرب الغاز من سخان الماء. ضحايا العائلة الواحدة هم الأب والأم وأولادهم الثلاثة. كما سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة وفاة رضيعة تبلغ من العمر 2 سنة نتيجة نشوب حريق في إحدى غابات عين الرمانة بولاية البليدة. الحريق تسبب أيضا في إصابة زوجين وطفلهما بحروق وصعوبة في التنفس. تتوقع الجمعيات الفلكية أن تكون رؤية هلال غرة شهر ذي الحجة في هذه الليلة، وهو ما يعني أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد 11 أوت المقبل، والسبت 10 من أوت هو يوم عرفة. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار والتفاصيل في النشرة الرئيسية مع الزميل محمد شريف. إلى اللقاء.